بالامس السيد كولر لخبط حسابات النادي الاهلي وقال يعني عايز مهاجم اجنبي. برستاو قلب الترابيزه وقال لك لا تمشوني لا اقعد في الاهلي لا اعارات. القندوسي كان له جلسه جاء وكيله وخلع القندوسي. ماذا يحدث؟ الترابيزه كلها اتلخبطت والسيد كولر يتعامل مع هذا الماريكاتو بمنتهى الحرفيه ويرغب في افضل لاعبين ولا يرحم ويضرب بقوه. والكلام جاي من المجر ان ما بين كلام والد السيد الكابتن محمد علي بن رمضان السيد رؤوف بن رمضان وما بين المقربين لي كثير. محمد علي بن رمضان يبتعد يقترب، جاي الاهلي مش جاي الاهلي. فكان لابد ان ناتي اليكم بجديد. نجم التحليل التونسي والعربي الكابتن وليد حاعة وصديق محمد علي بن رمضان، ويمكن جمعوا مداخلة او هاتفيا مع محمد علي بن رمضان اكثر من مكالمة، وربما تكون كانت اخرهم اليوم او امس، ولكن خلينا عبر زوم هاتفيا من تونس السيد وليد حاعة نجم التحليل التونسي. كابتن وليد مساء الفل يا كابتن وليد. مساء نور كابتن زيدان، تحية ليك وكافة الكابتن اللي معك في الاستديو، تحية كبيرة من تونس للشعب مصر العظيم. لا حديث في مصر، لا أهلوية ولا زملكاوية، ترند الوطن العربي محمد علي بن رمضان، جمهور الأهلي يطلب محمد علي بن رمضان وكأنه ينتظر هلال العيد. ما الجديد لديك يا صديقي؟ اسمح لي أستاذ زيدان أني نسمح لنفسي كوني أصلح بعض المعلومات اللي كانت تداولت في الإعلام المصري، خاصة مع حضرتك أستاذ زيدان، فيما يخص تنقل بن رمضان من فرانك باروش للأهلي المصري. تفضل. باللي الجماهير التونسية وخاصة جماهير ترجي الرياضي التونسي يعني عاملة ضغط على اللاعب ولا على والد اللاعب، هذا الكلام غير صحيح أستاذ زيدان. اللاعب ملك نفسه، خرج من ترجي الرياضي التونسي برغبة من شخصه، حب يعمل مغامرة أوروبية، فإدارة الترجي ما راتش حتى مانع كونها تعطي الفرصة لابن من أبنائها، مثل ما كان في السابق خرج طارق ذياب، خرج تميم الحزامي، خرج راضي الجعايدي البولتون الانجليزي، اليوم يخرج غيلان الشعلاني اللي هو قائد فريق الترجي راضي التونسي وعمود من اعمده وسط ميدان الترجي. فانا معناتها بكل لطف نحب نقول استاذ زيدان احنا نحبوكم ياسر كشعب مصري في تونس، وتربينا معناتها على الافلام المصريه على اغاني العظيمه المصريه، فمش معناتها تحول لاعب تونسي للاهلي او غير الاهلي باش يكون معناتها سبب في التراشق نوعا ما بالنعود، خاصه ترجي رياضي يحترم ياسر النادي الاهلي. وانت شفت كابتن زيدان لما بيجي عنا الاهلي المصري الاستاذ رئيس النادي حمدي المد يقوم باستقبال بيبو شخصيا، ما الخطيب اللي احنا نحبوه ونحترموه. هذا ايش حبيت نوضح لك استاذ زيدان، يعني كلام الفيسبوك ما يلزمش يكون حاجز معناتها ولا لاعب كرة قدم باش يفسد العلاقات ما بين الشعب التونسي ولا جماهير الترجي ولا الجماهير الرياضية المصرية بصفة عامة. ممكن طولت عليك سؤالك استاذ زيدان. لا احسنت، وانا بعتذر اذا كان شعب الترجي التونسي زعلان مني في حاجه، لان انا عارف ان انا يعني ربما اكون اثقلت عليهم، وانا عارف ان هم بيقطعوا فيديوهاتي عندك، ولكن بعتذر لاي حد زعلان مني في الترجي الرياضي التونسي. شيخ الانديه العربيه الترجي نادي عظيم، له مني كل الاحترام وكل التقدير، واشكرك على معلومه أن محمد علي بن رمضان ملك نفسه وعليه فقط أن يحدد مصيره والمكان الذي يتجه فيه. وصلني أنك متواصل طول الوقت مع محمد علي بن رمضان، ربما تعطينا بسبق
وهذا ما نرغبه جمهور الأهلي وشعب الأهلي العظيم وملايين الأهلوية يتعاملون أنها صفقة الموسم إن لم تكن المواسم القادمة. فما الجديد في انتقال بن رمضان للأهلي؟ فيما يخص محمد علي بن رمضان اللي في تونس نحن نديوه بدالي بن رمضان، شوف اللعب عمره ما كان استنقاص في الأهلي المصري أو حتى في فريق الترجي الرياضي التونسي، وقت اللي شهر كامل يعني شهر كامل وترند ربنا رمضان في الأهلي بالرمضان في الترجي بالرمضان في الأهلي. شوف هو اللاعب حابب يعمل مغامرة أوروبية ويشوف في نجوم معناتها عرب نجحوا في الدوريات الأوروبية، مش استنقاص من الأهلي المصري، بالعكس نحن كلنا في تونس نعرف قيمة الأهلي المصري في العالم وفي إفريقيا وفي بطولة مصر، كيف كيف زاد الترجي الرياضي التونسي هو معناتها المنافس الكبير للأهلي المصري على الألقاب ومقابلات كبيرة برشا اللي كان تجمع ما بيناتنا في الأدوار نصف النهائية أو النهائية، ولكن بن رمضان كان يحبذ ويخير الوجهة الأوروبية معناه بدون استنقاص، وإلا عكس كونه بن رمضان رفض الأهلي أو رفض الترجي. محمد علي بن رمضان معناتها آخر كلامه كونه يحب يتجه نحو البطولات الأوروبية، وعندك زادة مثلا محمد صلاح مثال من الأمثلة، تعدى من البطولة السويسرية للبطولة الإيطالية، واليوم ما شاء الله محمد صلاح يشرف في اللاعب العربي حيث ما كان معناتها المتواجد، نشوفه معناتها محمد صلاح في ليفربول قام من قامات كرة القدم في العالم، هذا طموح مشروع للاعب، هذيك الغاية بتاعه لا استنقاص من الترجي ولا استنقاص من الأهلي المصري. انت تعرف أستاذ زيدان، انا نعرف اللي انت على اطلاع بالعديد العديد من الاشياء خاصة في الساعات القليلة اللي فاتت، العرض المغري جدا 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 اللي وصل محمد علي بن رمضان اليوم قبل 5-6 ساعات، وقت اللي انا كنت باتصال مع الاستاذ اسلام فؤاد اللي بصراحة معناها كان اسلام فؤاد كان من جريدة الفجر، كان نقل معناتها بكل امانة الاحداث اللي كانت صايرة ما بين الاهلي وبن رمضان. اخيرا الساعات الاخيرة محمد علي بن رمضان لم يتخذ القرار بتاعه الى اللحظة هذه للتحول للاهلي المصري، اللاعب ما قلناش رفض بالاهلي المصري، اللاعب لا زال يفكر، ولو كان اخذ القرار بتاعه راهو كان امبارح او النهاردة كان امضى العقد. نهار الخميس عنده مقابلة يوفا في مع الفريق فرانك باروش، بعد المقابلة هذه نعطيك أنا بالتحديد 48 ساعة محمد علي بن رمضان باش يقرر الوجهة متاعه، على خاطر عنده عروض فرنسية رائع. إذن أهم شيء يا جماعة عشان اللي معانا، لأن الكابتن وليد أحب بصراحة أعطانا معلومات مثرية كثيرة، ولكن خليني أقف معك عند كلامك أنه من 4-5 ساعات بالتحديد وصل عرضا قويا وأقوى من النادي الأهلي محمد علي بن رمضان، أرجأ ذلك إلى بعد مباراته الأخيرة أمام فريقه الليلة الخميس، وبعدها سيقرر وجهته، وده الكلام اللي جاينا من النادي الأهلي منذ قليل. بالضبط بالضبط أستاذ زيدان، بكل أمانة 5 ساعات وراء هايل. محمد علي بن رمضان كان معناتها تلقى معناتها إغراءات كبيرة برشا، معناتها كبيرة جدا بصراحة من الأهلي المصري، ولكن لم يعطي الموافقة إلى اللحظة هذه، واللي عنده عكس الكلام هذايا يثبته، وأنا بصراحة بكل لطف نتحداه محمد علي بن رمضان للحظة هذه لم يعطي الموافقة لأي فريق، لا للأهلي المصري ولا للفرق الفرنسية، وهو رغم كونه ينتقل إلى الدوري الفرنسي ويحب يلعب اليوفا ويحب يلعب الشامبيونز ليج، معناتها هذا حق مشروع، وقرار محمد علي بن رمضان باش يكون في 48 ساعة المقبلين،
وذا معناتها كلامي هذا حسبني عليه استاذ زيدان لاني انا ما نعاودش انا كابتن اللاعب وكلام اللاعب ما عنديش حاجه نضيفها مع احترام اللاعب للاهلي المصري وللترجي وللفرق اللي طلبته الكل. ولو كان جاء هو معناتها يفكر في امور ماديه كان يقبل عرض السعوديه بسرعه. لا اخر كلامه 50-50 هذا اخر كلام محمد علي بن رمضان. اشكرك كابتن وليد على كل هذه المعلومات. شكرا شرفتنا مباشره من تونس. انا بحب اصيد الصيده واخلع يا باشا. راح خلاص مش عايز كلام كتير يا باشا. راح محمد علي بن رمضان في الاهلي راح يا راح يا باشا راح. قال لك لا انا بقى هشجع الراجل عايز يروح فرنسا. لا عايز يروح فرنسا. شجع الاهلي مين يا عم؟ راح الاهلي. لا يا باشا هيروح فرنسا. هيروح فرنسا كلام الراجل كده. هيروح الراجل عايز يكمل. بيقول لك محمد صلاح يكرر تجربه محمد صلاح. ماله؟ بص انا ربنا يوفقه لازم ندعمه. انا ما يعنيني السبق بتاعي في البرنامج. انت خطفتها ازاي ان هو راح الاهلي؟ اقول لك من 5-6 ساعات تلقى مغريات هو كان يطلبها من 4 ايام. وقف الاهلي عند $1,000,000 في السنه وانهى مع فرانك فروزي خلاص. محمد علي بن رمضان من 4 ايام وده انا قلت على اليوتيوب هناك امور لا اقولها الان الا بعد ما تتحقق حتى لا تفسد الصفقه. أيوه. الاهلي مغريات جديده قدمها ترهق كانت ميزانيه الاهلي. تدخل بعض المحبين الامس مساء وحتى ساعات الفجر وتحدث امير وقدم مزايا جديده واغراءات جديده لمحمد علي بن رمضان تتوازى وربما مع بعض العروض الفرنسيه. لان وكيله بالامس قال له ان في عرضين من فرنسا وكان يفضل ذلك. ولكن هذه المغريات بص هو قفل قال لك 50-50. عارف ال 50-50 دي بتاعتي؟ الافضليه اللي هتخلي الاهلي ياخد محمد علي بن رمضان المشاركات العالميه. اي كاس العالم للانديه. والانتر كونتيننتال. وده اللي خلى ملكاته الاهلي مولع. ولذلك ما زلت مصمما ان محمد علي بن رمضان اهلاوي باذن الله تعالى.